أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبوك. معانا زي ما احنا شايفين كده يا جماعة الشارة تايواني، صناعة كويسة، قعدت عندي حوالي 6 سنين وبعد كده باضت فرميتها، وبعد وجبت واحدة صيني ما عادتش حوالي سنة وبدأت تبوظ، أصلحها وتبوظ، فقلت ليه ما رجعش للقديمة دي اللي هي التايواني اللي ماركتها كويسة. دي تقريبا كانت هنا في أجزاء يا جماعة اتفكت وترمت، يعني اتفكت وترمت مع الشغل، وطبعا عشان نجيب حاجات زي دي عايزة واحدة أختها من نفس النوع. قلت لا، طب ما انا اجتهد في تصليحها. دي يا جماعه زي ما احنا شايفين كده ما بتقصش، زي ما احنا شايفين كده اهو، بصوا بس يا جماعه ما بتقصش. المفروض لما تيجي تقص يا جماعه الشفه دي والشفه دي تروح ماسكه الايه السلك ده، والسلاحين دولك يسحبوا، يقطعوا السلك ويسحبوه للخارج. طبعا دي ما بتقومش بالطريقه دي، فضلت افكر ازاي تتعمل، فربنا الهمني بفكره. الفكره دي يا جماعه عباره عن مسمارين وسوسته. هنجيبهم كده، ادي اول نجيب المسمار كده يا جماعه اهو، ونروح خرمين خرم هنا صغير على قد المسمار، وخرم هنا في الجزء ده وفي الجزء ده، عشان نحاول نسحب السلاح ده يتسحب بسرعه زي ما احنا شايفين كده اهو. السلاح ده السلاحين دولت يتسحبوا لورا اهو كده، ويرجعوا تاني بالطريقه دي كده يا جماعه. السوسته تقوم بالعمل ده. طبعا بعد ما تنيت الجزء السوسته دي اهي يا جماعه، ديك اللي بترجع اليد دي للخلف كده اهو، تنيتها شويه عشان تدي عزم وترجع كده. وعملت نفس الحكاية، عملت المسمار وثبته في الجزء القداماني ده كده يا جماعة اهو كده اهو اهو، مسمار جامد اهو، ونلف السوستة كده كده يا جماعه اهو. بعد كده نجيب المسمار التاني ونحطه في الناحيه دي كده اهو، ونحطه في الايه في الفتحه ده كده، عشان نربط السوسته كده وتبقى مشدوده. طبعا لو جيت اعمل يعني يكون شدها شد كويس كده اهو يا جماعه، زي بالشكل ده اهو، ونشوف كده هتقص ولا لا. الاول نقص حته كده اهو كده يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا جماعه، قصت اهو اهو اهو، نشيل تاني اهو. هو السلاح برضه عايز يتسن بينه وبينكو اهو يا جماعه اهو، زي ما احنا شايفين كده اهو اهو، نشيل تاني اهو، وبسم الله الرحمن الرحيم اهو يا جماعه، اهي سحبت السلك وقصته. ارجو ان تكون دي فكره كويسه وتفيدكم في تصليح. انا ليا برضو فيديوهات قبل كده عن الاشارات دي، ارجو ان تشوفوها عشان تكتمل المعلومه، لان في اجزاء تانية ازاي تصلحها في حاجات تانية لو باظت، ازاي تسن السلاح ده والسلاح ده. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.